أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامج مع الناس، مع الناس منكم وإليكم، صوت المواطن العراقي. ننتقل من مناطق بغداد، من منطقة إلى أخرى، من مؤسسة إلى مؤسسة، من فعالية إلى فعالية، مهرجانات وفعاليات ومناشدات. وأيضا اليوم قناة الفلوجة تهتم جدا بالرأي، رأي المواطن من الشارع، من الميدان، ما يطالب به من الميدان. موجودين في مدينة الكاظمية المقدسة، ومثل ما تشاهدون خلفي الأعداد كبيرة جدا في مدينة الكاظمية، خاصة مع تغير الجو وهذا الجو الجميل الربيعي. حياكم الله، نبدأ جولتنا من مدينة الكاظمية، تابعونا. المشاهدين حياكم الله، نبدأ جولتنا في مدينة الكاظمية ورحلة المواطن من مدينة الكاظمية. هذه المدينة اللي دائما تكون بها العديد من المواطنين من مختلف المدن والمحافظات العراقية، فحياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. حياك الله. من وين؟ من الدورة. من الدورة. شلون اجواء الكاظميه؟ جولتكم بالكاظميه؟ والله بصراحه يعني كلش اجواء حلوه ومستمتعين بهالعالم وبحضرتكم. الله يحفظك. اي والله. تسوقون لو بس تزورون؟ والله نزور ونتسوق. ها تزورون وتسوقون؟ اي والله. بالدوره ماكو هاي الاجواء الشعبيه؟ لا لا ماكو، بس احنا دائما نحب نزور، يعني عاجبنا حتى نقول كلا للطائفيه. اها. اي والله. حياك الله. لا هو مال الكاظم للجميع. اي أيوة والله. شنو الشيء المميز والحلو بمجتمعنا العراقي؟ والله يعني الروح، يعني شلون يعني سوى احنا قلب على قلب، الحمد لله ماكو حد يفرقنا ولا حد يقدر لنا، وان شاء الله الله يستر علينا وعليكم ان شاء الله. واجواء ان شاء الله كلش حلوه. زين سولفي لي، اليوم اكو موضوع الزواجات حاليا بالنسبه لهذا الجيل، البنات هذا الجيل، بعض يقول لك البنات مو صاحبات مسؤوليه، هذا الحالي الجيل الحالي صدق لو صاحبات مسؤوليه؟ لا والله هي تتبع التربيه، يعني تربيه اهلها، يعني ما عليها الوقت ولا الجيل ولا اي شيء، تربيه اهلها كان ذاك الجيل او هذا الجيل. يعني ثاني اقول لك انا تزوجت عمري 14 سنه، وهسه انا ابني بطولي وبنتي بطولي، يعني بيبيه ما شاء الله. اها. اي. والعلاقه حلوه طيبه مو؟ طبعا الحمد لله والشكر. اي أيوة والله. اي والله. فهاي تتوعد. شو تقولي لزوجك بما انه انت اليوم طالعه ويانا؟ شو اقول له؟ هلا وحبيبي شلونك؟ حزور وندعي لك. ان شاء الله، حياك الله، تنورتينا وتحياتنا لك وزوجك، حياك الله. يلا خلينا نستمر ونكمل حوارنا من مختلف المدن والمناطق في بغداد، موجودين في الكاظميه. السلام عليكم. وعليكم. حياك الله. هلا ومرحبا. شلونك زين؟ الله يحفظك. من وين؟ انا من بغداد، من مشتل. حياك. ايه. شلون اجواء مدينه الكاظميه؟ والله نعمه زوار، واحنا ندعي الله يستر الوادي ان شاء الله، ونريد طلب من رئيس الوزراء، الطلب على العفو العام. ايه. هاي الناس بيها مظلومه. صح. مو كلها هي، هسه اكو مرات احنا العشاير اكو تصير احنا نحلها. ايه. حتى ما توصل محاكم وما توصل، لكن احنا كم مره قعدنا على شغله العفو العام. احنا نطلب من رئيس الوزراء، ما نطلب من كل واحد. أي. ما نطلب من كل واحد. صاحب القرار هو صاحب القرار. صح. هو رئيس الوزراء، وقعدنا وياه مرتين، كان موجود الشمري الوزير. والوزير زين موافق، وقال احنا قلت له احنا الشيوخ العشائر يصير نقاط مرات يصير تنازل من عشيرتين، من الطرف العشيرتين التنازل يتنازلون وكل من ياخذ حقه، والفصل هذا فصل عرف. صارت هاي بالعفو، يعني صارت ب قضية انه تنازل من اطراف العشائرية ويبقى القانون انه يصير عفو. احنا اليوم كل اللي يشيل شك واشتباه ويتنازل المفروض الشخص يطلع. ايه. احنا عشائر العرب. ايه قصدي
عرف العشائر اكثر شيء شيوخ العشائر هي وقفت الدوله. هي اللي وقفت عمود الدوله من السقوط والاجار مالته. بس احنا نطلب من رئيس الوزراء مو بس مواعيد، مواعيد ما تاكل، احنا نريد تنفيذ. مواعيد ما احنا قربت الانتخابات من مجلس محافظات قاموا يوعدون لكم، احنا هسه اغلبيتهم قام يزورونا للمضايف هسه حاليا يوميه زيارات، واحنا نسوي الكم كذا ونسوي ونسوي، بس مواعيد بس ما نفس السابق القديم، نفس الامور القديمه. يطلبون مواعيد بس احنا لحد البارحه زيارات، اول البارحه قلنا لهم انتم كل سنه هاي السنه نفس الشيء لا تغيرتم شارع، لا تغيرون. هسه مرات احنا نرحم للزعيم عبد الكريم قاسم، احنا هسه نرحم عبد الكريم. قالوا ليش؟ قلنا لهم الزعيم هواي امور فزعلنا بيها، هواي امور كان يطلع قرار يمشي. احنا المفروض من رئيس الوزراء، هو صحيح شغله هسه صحيح واحنا راضين، بس نريد من عنده ملاحظات تكون يتابعهن، ما يخلي الانتخابات هاي. نريد النظيف، ما نريد نفسهم، ضروري الخير، نريد النظيف اللي يريد يدافع عن العراق. العراق ترى هالعراق، انت افتر العراق هسه افتر الدول، ما تلقى مثل العراق. زين ابن عمي، السؤال اليوم بما انه انت جنابك لابس هذا الزي العربي الجميل والعقال العراقي، بعض يشكل على شيوخ العشائر، على بعض او اغلب شيوخ العشائر يشكلون عليهم، صايرين يحصلكم هواي مليارات قاعد تضربهم. احنا راح نتحدث لك، انت نشدتنا على هاي النقطه، وهاي احنا هواي نشدون عليها. احنا ليش تاخذون مليارات من الفقراء؟ احنا الشيخ الصحيح من جده لابوه هاي ما عنده والله، بس احنا اكو امور طلعت، هواي امور قام كل 20-15 يصير عليهم، ما حد يطلب مليار يطلب. احنا هسه الفصول الماشي عندنا المتعارفه ديه مال القتل 100 مليون. زين بس سؤال، الشيخ اليوم حظه بخت لو مجموعه شباب لا 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 لا, لا الحظ والبخت والله، ومعروف من نبول جدة الجدة الجدة، وهسه الدارجة ومن ثورة العشرين ونذكرهم الدارجة حاليا كل شيء وراء تعوات وراء سلاح، هذا اللي ما نمشي بيهن والله، احنا ما نمشي بيهن وتطرقنا بيهن. الوراء 10 وعدة سلاح وسيارات مونيكات وتاهوات، هذا شنو هذا؟ ذني دا يعرفوه شيخ؟ ذني حتى يطلع بالساحة يقول يابا انا وانا، لكن انت سولف بالشيوخ العامين الشيوخ صاحبين حظ وبخت، ما يظلمون واحد ويعرفون الحقيقة ويخلونها بقالبها. اليوم صارت عندنا أمور يقعد الشيخ العام خليها بقالبها، يقول لا أريد أظلم الطرف الثاني ولا أظلم الطرف الأول، صح، خليها بقالبها. بس دول أهل التاهوات هم مصطلعهم، هاي السيارات والسلاح وكذا هاي مصطلعهم، بس احنا شو سوليف على أهل الحظ والبخت؟ صح، موجودين وجايين يعملون صحيح، والعمل الصحيح يمشي، العمل هم يرضى بي الله، صح، ويرضى بي رسوله، وترضى بي انت وانا. حياك الله، العمل الصحيح انت مشكور، انا اشكرك، هلا الله يحفظك، حياك هلا هلا ومرحبا. نستمر ويا هنا وناسنا وحوارنا في مدينه الكاظميه المقدسه، والناس هنا ومثل ما تشوفون هاي اجواء زياره الامام الكاظم موسى الكاظم عليه السلام، وهاي الاجواء، وخلي يلا ناخذ حواراتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. من صحة؟ والله الحمد لله. من وين؟ من البصرة. والنعم منك. نعم منك. منين البصرة؟ من البصرة، من القرنة. من القرنة. هاي مدينة الذهب، رحمة الله. عندكم نفط هواي؟ عدنا ناخذ. نعم من الله. اي عدنا. يعني القرنة المفروض هسه اغنياء، ناس مليارديرية. عدنا. نعم من الله. خير، الله يجزيك، رحمة الله الوالدين. شلون البصرة؟ والله الحمد لله. ملوحة المي شلون؟ ملوحة المي زين. بعدها بعد. بعد خليجي 25 بعد. شون الأجواء بعدها؟ الأجواء حركة عندنا، حركة دول تجي، أخوادم من محافظات تجي. اليوم زور الإمام الكاظم جاي؟ اليوم جاي زور الإمام الكاظم عليه السلام، الله يتقبل إن شاء الله. حركة العمل بالبصرة شون؟ أكو عمل موجود عندنا. نعم من الله. والله مستمر. زين، يعني موضوع العاطلين مو بقوة عندكم هواي؟ العاطلين لا ما عندنا. زين، يعني معنا عندنا، يعني عندنا الشغل مستمر. المصموطة شلونها؟ مصموطة لا تسوى عن المصموطة، احنا اهل المصموطة. اي انتم اهل المصموطة، المحافظة الوحيدة اللي تعرف فيها. اي المصموطة. اي حياك الله، هلا بالبصرة. شلون اخوي؟ من وين؟ من بغداد.
حياك الله. اليوم خطار يمك؟ خطار يمك. الله يحفظك ويحفظه. الله بعدها هاي الضيافه العربيه العراقيه موجوده موجوده بكل بيت. وين حتسوي له جوله؟ من امام الكاظم الواحد بالمور وقبله بالنجا. حلو. اليوم كذا ناخذ سويت له جوله بغداد. زين. قرايب له اصدقاء؟ ابن خالتي. ابن خالتي. اقول لك البصره معروفين بالهزوجه والشعر، ما تعرف شيء؟ ابد. الشعر بس. لا شعر ولا هزوجه؟ الشعر بس قصير كلش. يلا نسمع. قصير كلش يعني. نسمع واذا قصير. قصير وايد. نسمع له لا؟ قصير كلش شويه. وان الله عين علينا احنا غير الله ايش بدينا. اكيد. والنعم بالله والنعم بالله. الله يحفظكم. دائما يكون علاقه القرابه حلوه وطلعه وطبعه. ايه حلوه. يلا حياك. شلون صار اخوي؟ اهلا وسهلا. البصره بغداد؟ لا بغداد هاي مدينه صدر. والنعم بالمدينه ولا المدينه؟ شلون المدينه؟ والله الحمد لله زينه. زينه؟ زينه. خدماتها شلونها؟ خدماتها متوفره الشيء وجاي يبرطون الخير من الله. زين. شنو اكثر شيء انت كشاب عراقي تتمناه تحلم به يصير؟ تتمناه؟ ايه تقول يا رب يصير. تبليغ يعطي استقرار الامان. انت شو تشوف هاي البلد؟ يعني اول شيء قدمت التبليط احلامك يعني؟ احلامك احلام كل بسيطه اللي التبليط يعني. شاب عراقي هسه يخلص التبليط يعني ذاك اليوم لهذا اليوم كل شيء ما عندك. ماكو. ايش تشتغل؟ كاسب. انا كاسب. ايه. المدينه هواي بيها كاسب. كسبه هواي بيها كسبه. يوم اطلع يوم اكو شغل يوم ماكو. ماكو. وش يسوي الحمد لله. تكاتك هناك هواي بالمدينه. كثرون. اي والله الناس هاي باب رزقها يعني. ونعاني من تكاتك وين المدينه. وين يروحون؟ هسه الناس يقول خطيه وين نروح؟ صار خمسه المدينه يعني اي واحد يطب لها يشوف المدينه بس تكاتك لا اكو سياره ولا ها. بس تكاتك. زين المدينه يعني هاي كمل تكاتك الهوايه شلون وين يشتغلون وين يروحون؟ قطعوها هسه قطعوها اول شيء السيارات ثاني شيء حضرت جواز الساعه 6 العصر. ايه وماكو لا بس خارج المدينه بس داخل المدينه يشتغل. تزوج ولا لا؟ لا ما متزوج. ما تتزوج خويا؟ وين هو الزواج؟ ما ادري وين صحيح هو الزواج. انت ما تحب الزواج؟ صحيح. الشباب هالوقت ما يحبون الزواج. كل شاب عراقي زواج الفلوس ما صحيح. ماكو فلوس. ماكو فلوس. يعني لو صاحبي لك الفلوس تتزوج؟ اتزوج يا جماعه هسه من هسه اتزوج. والله. خليه يتزوج توافق على الزواج؟ والله اذا مثل ما تقول اذا الدوله تساعد الشباب وهاي واذا يصير له مثل ما تقول يتزوج اذا الله يسهل. صح. يعني المفروض انه اكو دعم للشباب. المفروض دعم من الدوله تدعمهم مثل ما تقول شغل تدعمهم تنطيهم شلون تقول هذا سلف هاي تعوضهم. انت من المدينه؟ لا لا من بغداد انا. حياك الله. مدينه بغداد همينه مدينه؟ بصفنا اهل المدينه بصفنا غريبه علينا والله. شغلك؟ شغله والله محل على باب الله عندي. محل؟ اي. انتم كاصدقاء تطلعون تتجولون ببغداد لو بس كاظميه؟ لا لا نروح الزيارات نروح مثل ما تقول مطاعم نروح وين ما يصير مثل ما تقول. السوق غالي لو رخيص؟ والله حسب الدولار اذا الدولار يصعد الدولار هسه عندنا محلات اذا شغلنا بالدولار يعني استيرادنا وهاي بالدولار هذا البضاعه راح تصعد علينا وتصعد اول ما تصعد البضاعه تصعد على المواطن. والمواطن بيها مواطنين لا حول ولا قوه. صح. التاجر ما له علاقه بالبضاعه اللي يجيبها يعني يجيبها بيش ما كان يبيعها. الصعود هذا الدولار على المواطن هذا ياثر عليه من ياثر على المواطنين حالته فقيره. صح. ما عنده لا قوه ولا ابد يعني منين يجيب؟ احنا يعني نطلب من الدوله ونطلب من مثل ما تقول من اصحاب السياسه مالتنا ان شاء الله يسعون بالدولار وهاي تنزيل الدولار على المود يفيد هاي المواطنين الفقره ان شاء الله. ان شاء الله بركة الله. هلا هلا ومرحبا. حياك. شلون اخوي؟ اهلا. شلون الصحة؟ من وين؟ انا من بغداد من مدينة الصدر. ونعم ونعم عليك يا حبيبي. سؤال جواب. المدينة ايش تخلفون هواي؟ كيف يعني عددية هواي يعني مو لا شغل لا عمل. ايه اذا قابل بالبيت يخلص خصم ما عليه. هاي قوية اعطيني دخلت. يعني ما عنده واحد شغله عمل يخلص؟ يخلص وين طوشه؟ لا على هاي بس هي الفكره قضيت الخطه مو مثلا واحد متفرغ هو عجبه ما عجبه يعني تخطيط وقضيت انه يعني هذا عنده الرجل عنده فلوس يقدر يعرف بعد ما قامت هاي العالم يخلف غصب ما عليه يقول لك شو اسوي نطوش لا شغل لا عمل غصب عليه غصب. انا اشكرك جزيل الشكر. حياك والله. هلا هلا من المدينه. شلونك استاذ علي؟ شلونك استاذ علي؟ هلا من المدينه امينه؟ ان شاء الله. شنو شغل المدينه؟ تعلي جات تجربه كامله. شنو شغلكم بالمدينه اكثر شيء؟ والله الكل يعني كل من عمل خاص في اعمال حره كبعض الموظفين اغلبيه كسبه.
الأغلبية كسب. مو موظفين الأغلبية، الأغلبية كسب. نعم. مو؟ زين موضوع الكسبة هذا اللي يشتغلوا على على علاقة اليوم. هاي ضمان يقدر يطور من روحه ولا لا؟ والله تعرف أنت يعني بسبب ارتفاع أسعار الدولار في الآونة الأخيرة. انه زاد من كاهل للمواطن وزاد من يعني كعموم مو بس مدينه الصدر تعرف يعني المواطن بقى يشتغل حتى يوفر بس قوته اليوم فقط يعني ما يقدر يطور بال اكيد اكيد يعني تعرف انه هنا يعني هو جزء يستلم اجر قليل وهي كثافه شبابيه بالمدينه اكيد الاغلبيه شباب تعرف سكانها 5 ملايين صح اي فتصير كثافه سكانيه تحياتنا لكم ولاهل المدينه خصيصا الله يخليك حبيبي والله يخليك هلا مرحبا يلا خلينا نكمل حوارنا ما زلنا بالكاظميه ويلا خلينا نشوف بقيه الناس بقيه شبابنا وهلنا وعوائلنا الكريمه. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. حياك الله استاذ يا مرحبا عني. زرت ان شاء الله. الحمد لله والشكر وان شاء الله ميزان اعمالنا واعمالكم ان شاء الله. امين الله يتقبل ان شاء الله. الله يتقبل منه. دعاء حياك الله استاذ تفضل هنا. شلون اجواء الكاظميه؟ اليوم جو ربيعي حلو. الحمد لله والشكر اجواء اكثر من رائعه وزياره ان شاء الله. واهم ما في الموضوع الامن والامان. اي نعمه. جهود القوات الامنيه البطله ان شاء الله وبجهود الناس الخيره. واحنا حقيقه نتمنى من خلال قناتكم الكريمه ان القادم يكون افضل. ان شاء الله. عند هاي الناس الفقره من ناحيه تحسين الخدمات صح. ومن ناحيه الامان من ناحيه الاعتناق بطبقات الشعب الادنى. زين جنابك موظف؟ الحمد لله منتسب في وزارة الداخلية. حياك الله. حياك الله. عندك عائلة كذا؟ الحمد لله. موضوع الراتب وموضوع السوق ومتطلبات الأولاد والبنات، شلون تقدر توافق بيناتهم؟ والله أستاذ يعني عقبة، عقبة عقبة صعبة جدا، لأنه جنابك تعرف أن الراتب بقى محدود، ارتفاع سعر صرف الدولار. ما توازن ويا السوق؟ بالضبط، بالضبط، ارتفاع المواد الغذائية، ارتفاع جور النقل. أضافة إلى موضوع مهم جدا الدروس الخصوصية يعني واريت من خلال قناتكم الكريمة أن وزارة التربية تلتفت إلى هذا الموضوع صح. المدارس الأهلية وبالنسبة للتعليم العالي الجامعات الأهلية يا حب أداء يعيدون النظر في القوانين فعلا الطبقات نحن صارت الحياة كلها عبارة عن فلوس ودفع بالضبط حياة مادية يعني احنا من خلال دراستنا نعرف ان العراق دولة اشتراكية لكن الواقع احنا صرنا دولة رأسمالية بكل ما تعنيه الكلمة. حسن انا احييك حياك الله. حياك الله. الله يحفظك ويحفظ العائلة. شكرا جزيلا. هلا السلام عليكم اخوي. شلون صار؟ تفضل هنا يعني. الله يبارك فيك. زرت ان شاء الله. الحمد لله وشكرا. الله يتقبل ان شاء الله. الجميع ان شاء الله. اليوم المواطن العراقي اهم قرار واكثر قرار يتمناه من دولة رئيس الوزراء يطبق يقرا. والله السوق استقر. رقابة السوق. كل شيء مرتبط بالسوق. كل شيء مرتبط بالسوق. إذا السوق استقر رجع الوضع الطبيعي. بدات الدولار. إذا رجع عن 120 أو أنقص الوضع كله يستقر. لأن عشان المواطن قاعد يعاني في غلاء مو طبيعي. زين هاي هسه كان قبلك شخص يسولف على موضوع إنه موظف عنده راتب. ما عنده راتب شلون نمشيه؟ والله يعني شلون عنده طلاب وحياة يعني قدره هسه من تحسب يوميته مثلا نقول 15000 من تحسب ريوق وغدا وعشاء وايجار يطلع له 30 يوم وصل يعني شلون يكمل العدد معه يعني اكو تدخل الهي فعلا مجدد. يعني رب العالمين هو اللي عاينهم بس واحنا عندنا فرد مشكله كل الحكومات دول العالم من ادم ولا يوم القيامه كل حكومات تخدم بلدها الا حكومه العراق ماكو خدمه ماكو خدمه للاسف زين سؤال هسه انت جنابك قلت انا مقيم 25 سنه بايران احنا هنا من الصر الزيارات زياره الائمه عليهم السلام العراقيين يشيلون بالصلوات بعد هاي مو هذا طبعا الايرانيين يرحبون بالعراقيين بهاي الصيغه نفسها كشعب زينين زينين كشعب بس كحكومه لا اكو اكو هواي شغلات مثلا اللي عندنا مرضى يعبرون الليغان تروح الدكتور يحاسبك مضاعف الدكتور السنه ليش يقول لك الحكومه بهالشكل استغلال هسه عنده ولا صديقي بش عليه كان يم ذاك اليوم الله شاهد يعني ثلاث ابر كل ابره تقريبا 115 دولار كل ابره كل ابره بيران ليش يعني العراق مالي خيرات العراق للاسف حياك الله والله جاي على مودة ويوم الثلاثاء هم راح اخذ ليفا هم نفس الحال خذ لي وش حياك الله الله يحفظ العراق ان شاء الله ممنون شكرا جزيلا الله يحفظك شكرا جزيلا حياك مشكور هلا ومرحبا السلام عليكم شلون صحيح حياك الله شو المكان زرت اولا
لا والله بعد عندي اخوي راح يجيب لي عربانه ويقول لي توكل انت الله ان شاء الله يتقبل الله يحفظك ويسلمك الله يخليك. المواطن العراقي اهم قرار ينتظر، اهم قرار يريده يصير، اهم قرار، اهم قرار. لا انا اسالك الك شو يريد المواطن العراقي؟ يعني هواي قرارات مالية. انت يا رجال قاعد يوميا تشوف الاف مؤلفه بالشارع، انا يجوز رايي ما يهمك واحتراماتي لك يعني، ترى الانسان العراقي بسيط الى ابعد الحدود، هي ضمن واجبات الحكومه بس يمنون عليك بيها. انا احد الشباب سالته يعني الحلم اللي عندك، قال انه تبليغ، فاجأت بصراحه من رده فعله. واقول لك هذا واجبات الحكومه، هاي واجبات الحكومه شنو؟ الكهرباء، التعليم، التبليغ، الرفاهيه للمجتمع، خلينا نقول الصحه المجانيه وغيرها، كلهن فقدناهن، فقدناهن بمعنى الكلمه. يعني كيف اذا يعيش المواطن العراقي لا فاقديها؟ بالقدره، بالقدره، بالقدره. اذا رب العالمين هو حفظ هذا البلد بس. والله شوف هم اكو بعد وحده هم تروح هذا الشعب. هذا الشعب ما اكل مثل قلت لي يقول من قدامه، لا الحرام اكل حرام، دخل حرام ببطونه من حيث يعلم او لا يعلم، العالم كلها متفق على هذا الراي للاسف. انا هسه اصلي واصوم بس وما ابرؤ نفسي، ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي، ما اكل حرام من حيث لا اعلم. وهذه مصيبه، هذا طامه كبرى. أكل الحرام يولد الحرام، مو بس يولد الحرام، يعني أنت راح تخلط وأجيال وأجيال وتبقى هاي النطفة الحرام هذا البشر إلى يوم يبحث. الله يطهرنا ويطهر الجميع، الجميع بحق محمد وآل محمد. شكرا عم. أنا شاكر قناتكم لأنه واكبة الأحداث عندنا. شو وقت واكبة الأحداث؟ بأيام المظاهرات اللي بالخضرة، أي مال تظاهر التيار الصدري. أي نعم، للتيار الصدري. فقناتكم إن شاء الله أبقوا على الحياة، إحنا مع الكل. لا لا ابقوا على الحياه، لا مع كل العراقيين، لا مع كل العراقيين، اذا مع الكل راح تقوم يمنا ويسرى. لا مع كل العراقيين، لا عم يعني اي راي عراقي احنا معه ابد، ابقوا ويا الحق، ويا الحق أب. ان شاء الله اذا مليتوا عن الحق انتهيتوا بعد، اكو شكل قنواتكم الله راحت، ما حد يعرفها شنو ما شنو. صح انا شفت الفلوجه بصراحه، خلي اوقف خلي اشوف الولد. الله يحفظك الله يشرف. شكرا عمي جزيل الشرف. الله يحفظك، حياك الله حجينا حامل رايه الامام الحسين. هلا حياك، حياك، السلام عليكم. هلا شلون صحة؟ عليكم السلام ورحمة الله. نتشرف بك وبقناتك إن شاء الله. أهلا. وأنت يم الإمام الكاظم أسد عليه السلام. عليه السلام. أنا حبيت إنه يعني أشرح لكم عن هاي الكرامة أو عن هاي الراية اللي هي أجت كرامة من الإمام الكاظم أسد بغداد. ما شاء الله. هاي الراية خلي صورها المصور حتى. إيه يصوروها. هاي الراية أساساً يعني حلمت بيها زوجتي، وكأنما جايب راية ورايح للإمام الحسين عليه السلام. هاي قبل 5 سنوات بمحرم. زين. فسولفت لي قالت لي أنا حلمت بيك وجايب راية وكبيرة وكأنك رايح للإمام الحسين. فجيت زرت الإمام الكاظم أسد بغداد قاضي الحاجات من باب المراد، وطلبت أنه أحمل راية وأروح جدة الإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام. فدخلت هنا. يعني هذا يسمونه ناذر نذر؟ لا أنا ما ناذر نذر، أنا طلبت من الإمام الكاظم. فلقوني سادة يعني الشيوخ وسادة بالعتبة جوا بالصحن يعني. فقالوا لي جدتك راية من الإمام الكاظم، يعني لا على التين أنا ما أدري. جيد. أنطوني هاي الراية، كتبت عليها يا حسين. كتبت عليها يا حسين هاي الراية. وقلت أنا يعني مطوع نفسي، أو أنا يعني عاهدت نفسي أمام الله والإمام الكاظم. يعني أنت جدتك ذرية بسبب الراية؟ لا 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 ما فهمتك. يعني هاي الراية أجت كرامة من الإمام الكاظم بدون نذر. زين. بدون نذر. فأنا إيش قلت؟ هاي الراية يعني أزورها الإمام الكاظم كل يوم سبت. زين. وأحكي بكرامات الإمام الكاظم. بدون مقابل، بدون فلوس، بدون أي شيء، يعني بدون لوجه الله تعالى، يعني أصبحت كرامة من كرامات الإمام الكاظم، يعني الزوار اللي يتباركون بها يزوروها يطلبون من عندها. فأنا جندت نفسي أو طوعت نفسي أجي من الصبح إلى أن مثل هيك وقت يلا انسحب أحكي بكرامات الإمام الكاظم. أنت بما أنه حامل راية الإمام. نعم. حسين عليه السلام، مقتدي بالإمام فعلاً مو بس قولاً؟ ما الموضوع يعني من يكون بيه فلوس، الموضوع إذا كان بيه فلوس وكان بيه طمع وهاي وكذا، أو أخذ أنا مقابل هاي الراية، يصير أنه يعني ماكو اقتداء، يصير أنه طمع. بس أنا بدون فلوس، يعني الموضوع بدون فلوس، كرامة، وأنا جتني يعني جتني كرامة، جاني بيت وهواي يعني نخيت الإمام الكاظم. شجاك بعد؟ جتني بيت.
اجتني بيت ويعني انا طلبت انه يعني التعيين وتعينت ما شاء الله. اي يعني وابني وذريه يعني اجت مو لي ذريه اجت اكو ناس طلبوا للذريه وتحققت فتحت لها السجل صار 219 كرامه لهاي الرايه 219 فاتح سجل لهاي الرايه؟ اي يعني اللي تتحقق امنيته واللي يعقد الرايه ويطلب من عندها من تجي الكرامه يقول لي يعني لا يعرفني يقول لي ابو علي ترى يعني انا جت الكرامه حتى اسجل الكرامه مالته. حياك الله. ان شاء الله احنا نطلب من الامام الكاظم اسد بغداد قاضي الحاجات ان شاء الله هذا ميزان حسناتكم. الله يحفظك. والله يطول بعمرك ويستر عليك ان شاء الله. شكرا. اشرف بك وقناتك ان شاء الله. احسنت. هلا هلا ومرحبا. هلا عمي. حياك الله. السلام عليكم عجيب. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اما بالنسبه للدوله خلينا تعيد النظر للمساجين دول الابرياء السجناء الابرياء حسن. يعني احنا نريد لهم من الاستاذ محمد الحلبوسي او دوله رئيس الوزراء ان يسامحوا يعني ما نظل هيك على طول كله جزر جزر يسامح جزر يسامح الارهابي لو يسامح لا البريء لا 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 مو الارهابي لا اذا يسامح البريء لا لا اسمح لي لا احنا ما يسامح البريء المفروض الدولة تعتذر من البريء وتقول اطلع بس اسمح لي مثلا على سبيل المخدرات المادة 28 عنده خمسة واحد من قرايبي عنده خمس هاي يسمونه خمس غرامات محكوم 6 سنوات والله ما يقبل يعني انا بعد ما اقدر افتي لا لا هاي المادة احكي لك على المادة هو يعني هسه جاب على المخدرات يعني لا ما يخالف غير اريد احكي اني يعني هسه احنا هذا بلد غير نقطه طابور وش اسمه وانتم اعلاميين تنقلون الحدث يوميا بشكل يخالف بس احنا اليوم من نقول معتقلين اكو ناس طبوا انا ما احكي لك اسمح لي مخبر السري وهاي وناس واحد يخابر على واحد وكانت القوات الامريكيه وما شنو يحتقلون ويجيبون واهل البلوج واهل الرماد واهل بغداد واهل كل المحافظات بالعراق صح فاحنا دول ابرياء صح وضمنهم اكو ناس من الابرياء بالسجن، ذلك صار لهم 30 سنه بالسجن، هسه احنا نريد من الاستاذ محمد الحلبوس الله يحفظه طول عمره ان يسمع هذا الصوت. يقرون قانون يقرون هذا القانون والعالم تطلع، يعني هسه الارهابي نخليه لا يطلع. لا بلا عد ما شكون بقى. احنا لا عد ما عد بس باي مكان عدنا. صح. وشكرا جزيلا. شكرا، هلا عمي. فعلا قانون العفو العام اليوم المواطنين يقول لك اكو بريء بالسجن ما بقي. والارهابي يعدم. يعني ليش احنا مبقين ونصرف عليه عدمه والبريء طلعه هاي باب العداله حتى يكون اكو ميزان العداله قائم في هذا البلد حياكم الله احبتي المشاهدين فاصل ونعود تابعوا حياكم الله احبتي المشاهدين اهلا بكم عدنا من الفاصل ومستمرين بحوارنا مع اهلنا وناسنا في مدينه الكاظميه المقدسه حياكم الله السلام عليكم السلام حياك الله اهلا وسهلا من وين انا من بغداد المشرق حياك الله يحييك المواطن اليوم نعم. يريد خدمات يريد تحسين معيشه يجري يريد مي يريد كهرباء يريد استقرار يريد امان خدمات هذني بس هي الحلوه اللي بهم الطبيعه قبل الانتخابات شوف هسه بينه وبالمشتل المشتل صار له سنين لا تبليط لا مجاري لا يعني مهمل فد نوم حلو تعال هسه روح شوف بالمشتل اعمار مو طبيعي جيد قص شوارع تبليط يعني هاي فائده الانتخابات معناها شنو الفائده بيها استفاده شنو الفائده ايش قال بعد الانتخابات يعني ما بقى له في الشهرين شهرين يشتغلوا بهاي الشهرين ورا الشهرين بعد ما يشوفوا يقدم لك بس قبل الانتخابات وبعد ما يشوفوا نهائيا
ابد؟ ابد ما اشوفه. يعني اللي غيره شنو اللي غيره؟ بدله، الكرسي، شنو المنصب، شي غيره؟ اول ما يغير السيم كارد. اول ما يغير السيم كارد. اول ما يغير الخط. قبل الانتخابات مفتوح. بعد ما تصح لمحمد وعلي تصح الاستاد لازم. لازم استاد. اه؟ ايه وتعال لي وصله كله، من اللي وصله كله، ما حد يوصله كله. واكو ناس من عندهم هالقد ما وصلوا من التعالي. سايق مالته مدير مكتبه همين ما تقدر توصل له. ما تقدر نهائيا. ما تقدر توصل له قاعد اقول لك اول ما يغير السيم كارد. ليش؟ يعني هم من خلقه من عندنا من الطين نفسه. مو الخلل بينا احنا. شلون؟ الخلل شلون؟ قلت لي شلون؟ المفروض هسه ما امشي. يريد من عند الانتخابات ما مشي. اقول لي ليش انت قبل الانتخابات تريد من عندي صوت؟ مشيتك وصعدتك وانا قعدتك على الكرسي. ليش ورا الانتخابات بعد ما اشوفه؟ يعني احنا اعطيناه الشرعيه؟ احنا اعطيناهم مجال كلش زايد. زين؟ هسه بالانتخابات ما انتخب. زين هسه بعيد عن السياسه. نعم. كم بنيه عندك ما شاء الله؟ انا عندي معصومه وجنات ومسلم. اللهم صل على النبي يحفظهم الله. هدوء القلب. بنات بالبيت حلوات مو؟ حلوات. الطعام يختلف. كلش. مو؟ كلش حلوات. مستقبلهن شلون تامن مستقبلهن؟ شو تخطط واحد اللي عنده عيال هواي شو يخطط لهم؟ هذا اللي عنده امكانيه والله موفق يوفر لهم كل شيء. واذا ما عنده بقت يم رب العالمين. ونعم بالله. ونعم بالله. حياك الله. عيونك. هلا 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 الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحة؟ الله يحفظك. الله يبارك بكم. شلون المواطن العراقي؟ والله المواطن العراقي يعني سمعت انه ينطون عفو للسجناء. ايه الابرياء. للابرياء. يعني احد الابرياء. ما انا اتصور ماكو واحد بالسجن بريء. لا متوهم. يعني بالسجن يعني شلون بريء؟ شلون يطب للسجن هو بريء؟ انت ساكن ببيت ايه؟ ويجي واحد يقول هذا ارهابي ويشيلوك من البيت وياخذ هاي واحد. هاي تختلف. هاي شلون يطبوا للسجن هم ويقولون علي ارهابي؟ اي هو الناس يعني تبلت ذبت بلاها على البريء. ما يصير. لازم اكو تحقيق اكو قضاء اكو. اي هي هو لازم اللي ايه؟ اللي يبلغ ينذب سجن. بالعكس هي هاي المفروض. زين هم دول الدواعش يعني هم من يردون ينطونهم عفو أبعام. هم دول السياسيين من يردون ينطون حتى ياخذون اصواتهم من الدواعش. بس هنا انا شويه خل اقاطعك. اي اللي يطالب بالعفو العام يطالب باعدام الدواعش. كبري. نعم. يقول لك الارهابي ما ندخل فيه. يعني انا اوضح لك بس عجوز. نعم. ما وصلت لك. نعم نعم. اي البريء يطالبون بان يخرج من السجن. الدواعش يطالبون باعدامهم. اي هاي كل الصحيح. وهذا القصد. هذا الصحيح. يعني هذا الصحيح. مو انا استخف فهمي قبل شويه. لا 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 هيك شيء يطالبون. لا لا البريء يعني البريء لازم يطلع. البريء البريء ما عنده شيء على شنو. فاحنا نطالب ذول الدواعش. أيه؟ ذول هم الاساس. ذول يعني شنو المجرمين قتله. شنو ذنب الاطفال؟ شنو ذنب النسوان؟ شنو ذنب الامهات؟ شنو ذنب يعني هاي الشباب راحت هاي شنو يعني من اجل شنو؟ صوت لو على اجل شنو؟ صح. عيب عليهم والله. خلي يستحون خلي يعدمون ذولا وشردون من عندنا. هم شردون من عندنا. احنا هم دا ياخذون مو الا هو احنا دا ننتخبهم. هي احزاب متكاتلة شكل ما تقول. هم دا يردون من عندنا دا ياخذون مو احنا اللي ننتخبهم. لا ما ينتظرون المواطن يطلع وما ينتظرون صوت. هم دا يبوقون الاصوات ودا يشتروها ودا ما عندهم ذمه ولا عندهم ضمير. هم اجونا من امريكا واجونا من يهود واجونا مع الأسف والله. يعني احنا نقول بهاي انه اللي تفضلت به الدواعش لازم ينعدموا. شنو اكل وشرب وتباريد صح. وهذا صح. وهذا المظلوم هذا يطلعوه. شنو صح. هذا منافق عليه لو بحثي لو حقير واحد لو سياسي منافق عليه حتى دا ياخذ بكانه ويذبوه جوا. هذا مو حكاية مهزلة. احسن. شكرا لك. هلا السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الصحة؟ شنو حلو؟ شلون رحومه؟ شلون رحومه؟ زينه. العلاوي. وهذا البطل شو اسمه؟ حمودي. هلا هلا حمودي. استاذ شلون اليوم المواطن العراقي والله؟ والله المواطن العراقي بالضيم. بالضيم؟ اي والله. ليش ما يقول لك احنا اليوم يعني الوضع الرواتب زينه؟ يقول لك وضع البلد يعني الناس تسولف عن وضع البلد جيد. اللي عنده راتب يا ذوب مكفي مصرفه. زين اللي ما عنده شلون؟ ما عنده لا راتب ولا معينه ولا اي شيء. شلون هذا بيه؟ زين كيلو طماطم ذاك اليوم ب 2 دينار. ب 2؟ اي ب 2 والله. اي والله انا عملت عليه ب 2 دينار. الله شاهد. وقالوا المحصول العراقي نازل والله هاي محصول عراقي وين؟ هم كله قاعد منتقين غيران وقاعد يدخلون بضاعه مال ايران والسوق والبضاعه العراقيه نايمه. ما حد يعني السوق العراقي السوق يعني تحول الى ايراني؟ اي طبعا.
اليوم كرب أسرة شو مخطط لأولادك وبناتك؟ شلون أمن لهم وضعهم؟ والله كل مستقبل ماكو بالعراق. ماكو. كل مستقبل وخاصة هسه دراسة. يعني مصيبة الدراسة. شبيها؟ مصيبة يعني المدارس فدنا منتهية. شنو الطفل يداوم وجبة كاملة ثلاث ساعات؟ ثلاث ساعات يعني مدرسة فيها ثلاث أوقات ثلاث ساعات دوام؟ بس ثلاث ساعات؟ بس ثلاث ساعات. هذه شنو مزدوجة ثلاثية شنو؟ لا هي ثلاثية دوامها. ثلاثية؟ إي. هاي شفتها من طالب؟ والله ما أدري. زين؟ ويردون من يمه تقرأ شغلة ثلاث ساعات بالمدرسة شفتهم. مدرس الخصوصي بعده موجود؟ موجود هسه انا خليت هذا المحمودة خليته بالمعهد. زين كان مدرس الخصوصي قبل ممنوع ويحاسب ويروحون يطبون البيت. كان هنا اكو كان ضبط وربط هسه تعيها كل من يخلي بجيبه. زين اليوم انت شنو اللي لو التقيت برئيس الوزراء شو تقول له؟ شو تقول له اول طلبه واول وصيه؟ شو اقول له؟ الرجال مغلوب على امره مو بيده. هاي الاحزاب تلعب بيه. أها. والله العظيم المواطن وراي. حياك الله ممنون. بالخير الله يسلمك. شلون صحتك حبيبي؟ الف هلا. احنا من ليه في اللوجه جايين نزور هنا امام الكرم نعمه حاله. يلا رايح ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. بالنسبه لحكي اللي يقول المسؤولين هو المنطقه حسب المسؤول بيها. ايه. اكو مسؤول فاسد وحرامي. المنطقه كلها فاسده وحراميه. المسؤول اللي يدير المنطقه اذا كان صالح المنطقة كلها هسه عندك أقرب مثل بلوجة رجعنا لقيناها مدينة محطمة عبالنا صارت إيد على إيد وقائد صالح لها جهة قائد صحيح لها صالح. ما أقول لك ماكو فساد بيها. أكو بيها فساد أكو بيها بس شنو لها إدارة صالحة. ما زل لها إدارة صالحة. منطقة سر عامرة. احنا اهم شيء نتمنى تبقى ان شاء الله الفلوجه امين ان شاء الله. ان شاء الله. هسه انتم شباب تجمعتوا جيتوا؟ احنا ما الفلوجه كلنا جينا نزور هنا. ليم لو مين؟ احلى جميله. جميله هلا هلا ابو جميله. اي باعوا هاي لكل العراقيين. نعم شيء اكيد هاي. توجهون الامام والزياره. نعم شيء اكيد هاي. حياكم. تحياتنا للفلوجه الكرام. هلا. السلام عليكم حجينا. نعم هلا. قواك الله. الله يقويك. حياك. شلونك؟ الله يحفظك. من وين؟ والله انا من اهل دياله. نعم. أيوة. مين من دياله؟ والله بشهر ربع قضاء المقداديه. المقداديه؟ اي. سن شلون المقداديه بخير؟ والله زين. خدمات المقداديه بما انه قضاء بعيد عن المركز، شلون خدماته؟ والله خدماتها هم قليله لانه ضعيفه مو؟ اي عندنا البحيره هاي العلا حمرين مو شيء. الجسور مالتها ما بيها تفير، هاي وحده مي ماكو عندنا. جفاف يعني بساتين احنا دياله كلها مات. برتقال دياله شو هاي السنه ماكو؟ والله مات كله. مات. اي والله انا من الناس يعني هذا الموسم ما موجود. انا باح شبير والرمانات راحت والبرتقالات يبسل من العطر. لين ماكو مي؟ اي ماكو مي. ماكو مي جفاف. اها يعني انت اليوم لو ترجع يرجع النهر دياله وترجع الانهر الفرعيه ترجع الزرع مره ثانيه بدياله؟ يرجع بس على المطر. ثانيا احنا ابو تركيا ساد المي علينا وبيران. مراحمي. اي سادين علينا المي واحنا كان يجي بالبحيره المي وكان احنا ننزل. ما يصل. زين شلون عايشين اذا ماكو زرع حجي؟ والله على بياره عايشين. على البياره؟ اي بياره وتوازيه مسوينها. يعني احنا اليوم 24 متر نازلين بالقاع. حنطب 24 وبلد النهرين نشتغل بير هسه؟ اي والله بياره. آه. والله دياله هاي واحد سويها على قاوي نشوف شكلها. هاي البياره كانت قديمه. اي قديمه هسه. مو هسه. البير يكلف مليون ونص ويجيب له قطاس يخلي بيه وبواري ويجري. اها. والله قطاس. حجينا سولف لنا. إيه. اهل دياله موضوع الزواج يتزوجون الثانيه والثالثه والرابعه لو لا؟ نعم اكو هاي موجوده. اي عندكم إيه. تعدد زوجات بهاي بدياله؟ اي عندنا اكو مثلا يتزوج عندنا واحد اربعه واحد ثلاثه واثنين يعني مرتاح المتزوج يعني اقل واحد اثنين. ما شاء الله شوف الدياله معروفين بالزواج. اي ما احكي لك اقل واحد اثنين بالزواج. مرتاح المتزوج اربع نسوان؟ والله هو لازم يعدل يعني بس هو شنو الدياله احكي لك اياها بصراحه دياله إيه. كلها امورها جيبه. من ناحيه المال الماديات زينين اهل دياله. اي لان هو كلها شرطه سوي تاج صاحبك ابو دياله يقول له وضعك المالي زين قوي. لا لا شرطه يعني زناقين خير. اي شرطه وجيش وكذا وبساتين واملاك وزينه. اي الله يديمها يا رب. اي مو هذا احكي لك اياها بس من ناقل الزواج لا يتزوج اثنين وثلاثه. كم واحده متزوج ثلاثه اثنين جنابك؟ انا متزوج اثنين. اثنين؟ اي شوفوا اهل دياله نظرتي لهم ما تخيب ما يبقي وحده لازم يطيح الثانيه.
ليش الزوجة الثانية حجي؟ والله ايش اسوي؟ هيك مزاج عجبك؟ اي مزاجي. شو وقت الزوجة الثالثة ذا الله راد؟ والله ايش الزوج بعد انا انتهيت كبار. ما تتزوج الثالثة؟ لا لا ما تتزوج. اي ما يخلن لك اثنين ما يخلن لك. يضحك الحجي. الله يحفظك حجينا ويديك الفلوجة. نشكرك نشكر الثلوجة نشكر الثلوجة جماعتي كلهم ترى أنا ودي أسلم عليهم. أي سلم؟ أي من هم ربعك بالفلوجة؟ حمدان شو اسمه علي زعيان حمدان محمد بشري محمد عودة كلهم. هاي نفس الفلوجة؟ لأن أنا كنت أسير وياهم مصدق بيرات كنت أسمع. أها والله كلهم أهل الثلوجة. حياك مناح تركي ولا كلهم يا أسرة. والنعم والنعم الله برمادي الحمد لله على السلامة. حياك هلا عمي هلا. أشكر قناتكم هم. أنا اللي أشكركم هلا. السلام عليكم. يلا خلينا نشوف العوائل. حجينا السلام عليكم يا أبو. تعال طينا مجال عمو هسه جايك. شلون الصحة؟ تفضل سيد. تفضل هنا ذاك. إن شاء الله شلون صحتك؟ حياكم الله. حفظك ربي. من وين؟ من أربيل. أهلا الحمد لله على السلامة. شكرا لك الله يبارك فيك. نانا جايين زيارة إن شاء الله. والله زيارة و شغل. ها إيه؟ شغل نعم. شلون شفتوا بغداد واجواء بغداد؟ شلون شفنا بغداد؟ شلون شفتوا بغداد؟ شلون شفنا بغداد؟ زينة زينة؟ شنك ما مقتنع 100%؟ اي والله ما مقتنع. ليش؟ شيل اللي بقلبك سولف لي ليش ما مقتنع؟ مو ذاك بغداد الاولي. اها اي والله اي ذاك كل شيء تغير بي تغيير مو طبيعي يعني. اها اي والله اكو اماكن كنت تروجيها تجي لبغداد تشوفها حلوه تزورها حلوه والله عندنا عندنا بس الامام سلام الله عليه الامام الكعبه اللي دائما نزور يعني بيت اهلي بيت قرايبنا اصدقائي. سولف لي شلون اجواء اربيل حاليا بارده كلش لو زين؟ والله يجينا كان الجو بارد كلش يعني بارده كلش مطر. هسه يبدي موسم المطر حاليا دا يبدي؟ اي نعم يعني البارحه ما شاء الله من الصبح للليل دق مطر. سمعت بغداد مين يومين متتالي صارت صار صح. موضوع العمل في اربيل بالنسبه للمواطنين متوفر لو لا؟ لا ما متوفر؟ حاليا لا. اها لا كل شيء واقف بأربيل. احنا سوينا طبعا جولات بالقلعه بشارع باطن الاسكان الناس هوايه شفتهم سوريين وبنغلاديش وعرب يعني كوكتيل قوي. ايوه هذا يعني شو اقول لك مضرب الصحه شويه مضرب الصحه على اهل اربيل على اهل اربيل اي طبعا يعني يكون مزاحمه بالعمل. هي اكو مزاحمه بالعمل بس هي الشغله انه ماكو شغل يعني يعني مو مثل الاول يعني قبل اربيل اربيل معروفه تجيب حصو تحط لك شمبر تحط لك حصو ويباع. اها شوف الـ الـ من باب انه اكو عمل بيها دائما. اي يعني العمل بيها كان يعني كلش قوي هسه ماكو عمل. هل اهل اربيل بعدهم على عاداتهم وتقاليدهم؟ يعني اهل اربيل ناسوا هاي اهل اربيل مجتمع شنو عشائري عشائري صح عشائري اهل سليماني لا مدينه مجتمع ثوري مثقف مثقفين ودباهم مثقفين المفكرين كلهم سليماني أربيل كلش. حياك الله. شلون السر؟ الله يحفظك. الله يخليك. أنت أصل أربيل؟ يعني كردية بس كردية ولادتي بغداد بس ساكنة صار لي 15 سنة ساكنة. يعني أنت عندك ميكس بين الكردي والعربي؟ إيه ما بفرق. أنا يعني أكيد بس اللغة قصدي كلهجة. لهجة أيوة أنا لهجتي تختلف يعني أنا لهجتي قرميانية يختلف عن السوراني. صح. بس أكيد تعلمنا بعد. أها. هاي طبعاً يعني مو كل العرب يعرفون. الاقليم بلهجتين اكيد بعديني سوراني لهجتين مو لغتين لهجتين صح صح فاكو بها مختلف تحت اختلاف الاحرف صحيح مو يعني بس هو بالتالي واحد يفهم الثاني هذا الاهم. اي هاي شلون اهل الموصل القدامى اذا يحكي المصطاوي الطفل القديم ما يفهم اي واحد صح لا هسه نفهم بعد خلص جيد بقينا هناك سنين سولفي لي اليوم الجدر العراقي ها نفس الجدر مش يعني متوحد الجدر العراقي في كل محافظه حطيت لك على الجرح طباخه ماهره لا توحد بعد جذورك كلها توحدت زين متوحد الجدر اي الحمد لله اي
الحمد لله خير. يعني الأكلات موجودة في كل مكان. أكيد طبعاً. يعني أكيد. اليوم أروح للمحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية والغربية أشوف مثلاً الدولمة موجودة، السمك موجود، أكو أكلات متشابهة بين المحافظات. صحيح. طبعاً. هو يرجع بسبب الاختلاط الصار الكردي ويا التركماني ويا العربي، هسه صار ميكس والأكلات واحدة. الدولمة الكردية، الدولمة المصلاوية، الدولمة العربية، ماكو فرقية، بالتالي كلها ميكس واحد وأكل طعم واحد. كنت قبل شوية أسأل أحد الرجال الكبار بالسن من أهل الديار، فسألت عن موضوع تعدد الزوجات. أيه. الكراد هم يعددون زوجاتهم؟ والله حسب، هو حسب الوضع. حسب الوضع. الوضع المالي. أكيد هو وضع الاقتصادي يرجع. يعني الرجل إذا صار جيبة كم فلس يتزوج الثاني. والله هو حسب بعد هو ضميره. شو ترد على هذا السؤال؟ والله مجتمعنا كل طوائفه طبعا إذا صار عنده فلوس لو يقتل ويتزوج. ثلاث صعبات. لا مو شرط. لا شرط. يعني يشتري مسدس. إيه يشتري مسدس قصده من يقتل صح؟ هاي أنا فاهم. ويتزوج. ويتزوج. هذا الكلام صحيح. لا. يعني هسه اليوم إذا أخلي يعني اليوم بجيبك مثلاً 200,000 دولار تتزوج الثانية والثالثة؟ أني لا أنا بالنسبة لي جزء اختلف يعني. ما مقتنع بالفكرة. ما مقتنع بالفكرة. بس هواية ناس مقتنعين صح قبل يتزوجين. وأنا أحييهم طبعًا، أنا مع اللي يتزوج ثلاثة أربعة. حتى نقتل العروسة يعني نساعد المرأة. خطير. طيبين إحنا. قلبك طيب. جاف وبطولة من عندنا يعني يعتبر رجال بطل إذا في حال تزوج اثنين وثلاثة. ولا مو كل رجال. بطل. مو كل رجال يقدر يسويها. أنا أحييك شيء طبعًا. هذا واقع. يتزوج اثنين وثلاثة بطل. هذا واقع. شكرا جزيلا لكم. توصل بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية. استمتعت بحوارك. شكرا جزيلا. هلا هلا. شلون صحتك؟ أنا قلبي. هلا. شلون صحتك؟ الله. من وين؟ للحرية. شلون الحرية؟ لا حلو. أولى ثانية ثالثة النواب؟ لا أولى أولى. أولى. الأولى يعني بيها جو القهاوي واللقاءات وكذا وهاي موجودة. إي موجودة. بعدها مو؟ بعدها لحد. شعبية. شعبية أنا أشتغل قهوة. شعبية. طيبة بالحرية بعدكم لما لا إي. كان قبل مشاكل هسه لا الحمد لله صفر صفر زين شنو هناك بالحرية اكو عمل لو اكو بطالة لا لا هواي اكو عمل بس اكو يعني بطالة اكثر من العمل يعني هواي يدورون شغل والله هواي هواي يدورون شغل هواي زين بحيث يعني انا مشغل اكثر من ست عمواس انت صاحب مقهى لو صاحب مقهى مقاهي صار لها شغل شغل هواي والله هواي مقاهي هواي ايه هواي يعني واقف صف الاخوان الرزق على الله بس الحمد لله وشكرا انا العالي انا نسوي انقلبنا مثل مصر لازمين الشيشه اي والله هواي هواي يعني يومية مشكله بشفاف فتح نقول احنا الرزق على الله صح كان يوم هذا وهذا هو المكان الزين يجون اما العالم الزين صح والمو زين وايش من مو زين صح الله يحفظكم ان شاء الله شكرا جزيلا حياكم الله وهذا هذا ما يسمح به وقت البرنامج هذه جولتنا من مدينة الكاظمية المقدسة تنويه قبل الختام كل ما يقال وكل الأسماء والانتقادات أو الاتهامات التي تذكر في برنامج مع الناس هي على لسان المواطن ويتحمل مسؤوليتها السيد المواطن نحن وسيلة النقل ونطرح مشاكل الناس على السادة المسؤولين لا تتحمل القناة وإدارة البرنامج مسؤولية ما يقال حياكم الله نلتقيكم بحلقة أخرى في أمان الله